تحية رياضية لجميع الإخوة اللي كيشاهدونا في القناة أو على الفيسبوك. بالنسبة لجمعية أبطال الحلوي، الجمعية كتعتني إن شاء الله بالأطفال اللي هم عندهم مستقبل واللي مواهب اللي ربما بزاف ديال الأشخاص ما كتبانش ليهم المواهب، وبالنسبة لنا حنا كنحاولوا نحتضنوهم ونزيدوا بهم لقدام. الحمد لله بأضعف الإمكانيات حنا كنخدموا مع هاد الوليدات هادو، وبغينا إن شاء الله يكونوا أبطال مستقبلا لا في حياتهم لا في الدراسة ديالهم لا في الرياضة ديالهم، وهذا هو الهدف ديالنا الأول أكيد. السلام عليكم.